السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة إبداعات خديجة. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم طريقة جد سهلة وللمبتدئات وهي طريقة تحضير قاص. تابعوا الفيديو إلى الأخير. إذا بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير حلوة الفقاص، فنحن نحتاج إلى 3 بيضات، كأس من السكر سنيدة أو سكر حبيبات، كأس من الزيت النباتية، مقدار زلافة من اللوز الذي قمت بوضعه أو تنقيعه في ماء الزهر ثم قمت بتصفيته. تقريبا ساعتان إلى 3 ساعات أقوم بتقطيع اللوز على هذا الشكل باش يسهل علي أنني نقطعه وما يتكسرش ليا الفقاص. ثم كنقوم بإضافة له القليل من ماء الزهر وكنخليه مدة 3 ساعات حتى يتشرب ماء الزهر، وكنقوم بتصفيته. كذلك القليل من الزبيب، هذا الزبيب أيضا قمت بتنقيعه في ماء الزهر وتصفيته من الماء ماء الزهر. وأحتاج أيضا إلى 1/2 كيلو من الدقيق الأبيض، أيضا أحتاج إلى كيس من الفانيلا وكيس من سكر بنكهة الفانيلا، ثم كيسان من خميرة الحلوى. أبدأ على بركة الله بتحضير هذه الحلوى. أول حاجة أقوم بوضع إناء العمل، سأقوم بإضافة 3 بيضات بسم الله، ثم كأس من السكر، ثم كيس سكر الفانيلا، وأدمج الكل مع بعض. يجب أن لا أضيف الملح في الأول، أتركه حتى الأخير بسم الله. ثم أضيف كبسة ملح وأعيد الدمج، أضيف الآن كأس من الزيت النباتية، أضيف اللوز، ثم الزبيب أو العنب المجفف، أخرج الكل، أما بالنسبة لخميرة الحلوى فأضيف الكيس الأول كاملا. ثم بالنسبة للكيس الثاني ففقط أخذ منه ملعقة، مقدار ملعقة صغيرة فقط، هيا فأضيفها ثم أدمج الكل. الآن سأقوم بإضافة الدقيق تدريجيا، أضيف الآن 1/2 كمية الدقيق، وأدمج. ثم أزيل الفوي وأكمل الدمج باليد. أكمل الآن الدمج بسم الله،
يجب إضافة الدقيق تدريجيا حتى أحس بأن العجين أصبحت أكثر تماسكا. جمعتها، قمت بإضافة القليل من الزيت لليد ديالي باش ما تلصقش لي العجينة في اليد، كنخليوها بحال هكا مدقصة هكا كتكون كتلصق شوية، بس العجينة تكون بحال هكا تلصق غير بشوية. ثم غنقوم بتشكيل كويرات، غندهن سطح العمل باش ما تلصقش ليا، حيت ما خصناش نخليو العجينه تشرب الدقيق بزاف. نبدا تشكيل نحاول نطولوهم ونخليه واحد القليل من الطول، حيت ملي غادي نهزوها ونحطوها في اللاطه غادي تطول عاوتاني شويه، يعني خصنا نديرو حساب اننا ملي غادي نهزوها وغادي نحطوها في اللاطه غطول، غنديرو حساب اللاطه تجي قد البوده ديال العجين ديالنا. بسم الله، ها هو الطاوة، هي الطاوة ديالنا، قمت بوضع فيها ورق الزبده. الان غنقوم بوضع فيها هاد البوده. بسم الله، نطول شوية ثم نفس الطريقة ندير هكذا ونهز، ناخذ العجينة الثانية الفقاس ديالنا او العجين الفقاس كيجي على هذا الشكل. درتو بوده رقيق او عيدان رقيقه بحال هكا، حيت من بعد غادي نقوم بالضغط عليه يعني بحال هذا الشكل شويه ملي غيبدا يطيب غادي تنفخ وغياخذ حجم اكبر من هذا. دابا غادي نقوم بدهن العجينة ديالنا بالقليل من قهوة سريعة الذوبان تقريبا ملعقة صغيرة والقليل من الحليب، كنقوم بتخليطهم على هذا الشكل وكندهنوا بهم العجينة ديالنا. بسم الله، نقوم بتذويب هذه القهوة ونضرب. هاد القهوة أو الحليب كنقومو باستعمالهم حيت ملي كطيب لينا العجينة ديالنا وكتنفخ كتشقق، وهاد الحليب والقهوة الدور ديالهم هما أنهم مكيسمحوش بالتشققات اللي كيوقعو في أثناء طهي هاد العجين، التشققات اللي كيكونو في العجين مكيبقاوش يبانو أو بالأحرى مكيكونوش أصلا. نحاول اننا نغطيو جميع الجوانب ديالها وما نكثروهاش، راه انا كنقوم بوضعها هنا كنضرب بها شويه باش يهبط، باقي
الآن هنقوم أخذ فرشاة أو شوكة وندوزها على هذه الطريقة. الآن غنقوم بوضعها داخل الفرن بشرط أن الفرن يكون بارد، يعني حتى ندخل لاطا عاد نشعل على الفرن، ثم نقوم بفتح قليلا باش نخلي القليل من الهواء يدخل الفرن. هذو هما قاعدتان الأساسيتان باش يطيب لنا الفقاس ديالنا. وثالث حاجة، اون فوا كنحسو أن العجينة ديالنا قصاحت وتحمرات شوية، يعني ملي كتمسيها من الفوق كتلقايها قاصحة شوية، تتخرجيها. ثم ثاني حاجة، النار ستكون مهيلة بهذا الشكل، ونقوم بوضع لاطا في هذه المنطقة هذه، يعني هنا نورمالمون هنا فين كنطيبو، ولكن أنا غنوضعها فوق الفرن عندي هادو هما اللي كيخليو اللاطا ديالنا بعيدة على العافية. كنخليو هذا طيب على مهل، كنقوم بإغلاق الفرن على هذا الشكل ونخليو محلول شوية بحالو. إذا بعد ما طابو لينا البودان ديالنا غادي نقومو بتقطيعهم باستعمال سكين حاد، يمكن ايضا استعمال كوتور. حاجه وحده اننا ما يمكنش لينا نستعملو موس مسنن او سكين مسنن بحال هذا الشكل. هذا الموس المسنن بحال هذا الشكل غيؤدي لنا الى تكسر الفقاس، اذا غنستعملو هذا. بسم الله، نبداو على بركه الله. ثم ابدا بتقطيع بطريقه مائله، وكنقدمه لكم على هذا الشكل بالصحه والراحه. نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ايضا اذا كنتم لاول مره تزورون القناه فالمرجو الاشتراك معي، واذا كان عندكم اي تعليق فالمرجو وضعه في علبه التعليقات.